تنتشر في جنوب لبنان ملايين الألغام والقنابل العنقودية، هي حرب من نوع آخر ضد سكان المنطقة. تصيبهم الألغام وهم في أراضيهم الزراعية، منهم من يقتل فورا ومنهم من يصاب إصابات بالغة تستمر معه طوال العمر. الجهود المبذولة لإزالة الألغام تتكثف، لكن التمويل شحيح. تقرير لجمال الغربي. انتهت حرب تموز في جنوب لبنان فوق الأرض، لكن 43 كيلومترا مربعا من الأراضي اللبنانية لا تزال تعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي. آلاف الألغام والقنابل العنقودية لا تزال مزروعة على هذه الأراضي. هو موت يختبئ في الأرض، وبرغم ذلك يخوض أهل المنطقة غمار البحث عن لقمة عيشهم فيها. نبل عن أورية عندنا بعض مطارح ما بنسترجع نروح عليها، ومناطق ما انعرفت، يعني فعلا أنه بروح وداي على قلب الواحد. يعني 52 شهيدا وما يزيد على 400 جريح هي حصيلة تداعيات العدوان على الجنوبيين. آخر الضحايا شاب لم يمر 40 يوما على زفافه، اختار العمل على تفكيك الموت من أمام أهله، فكان هو الضحية. كنت لما يظهر الصبح حسه أنه مفقود، وبس يرجع حسه مولود. كتير كنت أتأثر لما الصبح بكير يظهر على شغله، كان قلبي رحمه، وبس يرجع كنت فرحة مش معقولة، حسه خلق من أول وجديد وإجا على البيت. أكثر من 1100 موقع تعرض للقصف بالقنابل العنقودية بحسب تقرير أممي. 4 ملايين قنبلة عنقودية أهدتها إسرائيل خلال اليومين الأخيرين في حرب تموز قبل 6 أعوام أزيل منها النصف، لكن مجهود تنظيف ما تبقى يزداد تعقيدا. الشتاء جرف الكثير منها موسعا من رقعة انتشارها، كل ذلك وتمويل الجمعيات العاملة في إزالتها أضحى شحيحا جدا. من حيث احتسبوا أم لم يحتسبوا، يتربص الموت المفاجئ والمتنقل بأبناء الجنوب اللبناني. القنابل العنقودية التي رمتها الطائرات الإسرائيلية إبان حرب تموز 2006 على أهبة الاستعداد لحصد المزيد من الأبرياء. من بلدة دير سريان جنوب لبنان، جمال الغربي، قناة الميادين.